اتخذ من الاول، هخلف. اعرف ان انت عايش بعد كده طول عمرك لاخر لاخر لقطه في عمرك. هيفضل الواحد يفكر في عياله، حتى لو بقوا لو بقى عنده احفاد هيفضل يفكر فيهم وامهم ومشاكلهم اللي بتكبر كل ما بيكبروا. يعني ما اعتقدش ان هم كل ما بيكبروا مشاكلهم بتقل، لا بالعكس، انا بحس ان مشاكلهم بتزيد طبعا. بتزيد والنطاق بتاعها بيفضل التوجيه على فكره، حتى التوجيه بيفضل مع الكبار، بس ان ساعات الكبار بيبقوا محتاجين برضو خبره الاهل في حاجات. اهم حاجه انا بشوفها كمان ان احنا نبقى متفقين على اسلوب تربيه واحد ما بين الام والاب. بالظبط، عشان ما تبقاش فيش حاجه بيخرب والعكس. بالظبط، عشان احنا دايما بيتقال ايه، ان الام بتدلع والاب هو الشديد. انا مش مع فكره ان حته ان انا اخوف دايما بالاب، اللي هو ايه، الست قاعده في البيت بتربي ودايما لما باباك يجي انا هقول له مش عارفه ايه. لا، هو مش البعبع، هو بابا مفروض يحترمه، وهيزعل هيزعل منه لو عارف ان هو عمل كذا، مش مساله ان هو هيعاقبه بالضرب وكده. بس هي الفكره في ايه، ان احنا نبقى متفقين. ما ينفعش ان حد يقول على حاجه والطرف الثاني يقول لا، او العكس. بالظبط، يكونوا متفقين مع بعض. احنا الاثنين على كذا، يبقى احنا الاثنين على كذا، حتى لو هما مش متفقين من البدايه، بس تبقى في لغه ما بينهم، لغه عيون كده، ان هو خلاص طالما مامي قالت كذا يبقى لا. بالظبط، طالما بابا قال كذا يبقى خلاص. بيستغل على فكره السنه النص، يشوف الاب هو اللي في منتهى الذكاء، بيستغلها يقول له ما هي ماما قالت ماشي انت، او ماما قالت لا، هو انت هتسمع كلام ماما، او لو مثلا ما هو بابا قال ماشي انت ما تسمعيش كلام بابا ليه. فبيبدا يتدخل كمان في العلاقه ما بين الاب والام. لا، اساسا من الكلام ده، يعني الطفل ذكي من هو لسه بيبي في اللفه، من هو عارف ان هو لما هيتشال هيسكت. وهتحطيه مش هيسكت، لو سبتيه عدد ساعات معين طالما هو غيره له ويعيط سيبيه يعيط. اللي متعود على الهز ده طبعا اللي بالظبط كده، هو عارف ان هو بيشوف البيبي، ربنا خلق بالفطره فيه ذكاء عشان يعرف يتعامل مع اللي حواليه، فما بالك بقى باللي كبر وبقى عنده سنه وسنتين وثلاثه. انا بقول كده برضه، لو مثلا بنتها تعيط تزن على اي حاجه، عايز اي حاجه انا عايزاها دلوقتي حالا، اقول لها طالما ما بتعيطش عشان جعانه، طالما ما بتعيطش علشان بتتألم، طالما ما بتعيطش مثلا عشان في وجع عندها جعانه، اي حاجه من دي، حاجات هايفه تعدي، سيبيها تعيط. عادي، ايه المشكله يعني؟ ومش للاخر برضو، بس هي في الاول يعني، هي هم الاطفال فكره العند او حته العند دي بصراحه يا مها فعلا بجد تريكي يعني، ويبقى يعني بيصعب عليا جدا الام في فتره اللي هي الترويض اللي في الاول. انا بحسها ترويض مش تربيه، ترويض انه الولد يسمع كلام الام او الاب، بتبقى صعبه جدا الصراحه. لا، وجزئيه كمان بقى ايه، ان انا افكر هو انا لما بربي كده انا بطلع طفلي شكله عامل ازاي. يعني انت متخيله متطلباته الصغيره دي، حاجه تقولي ايه، دي حاجه هايفه، اصل مش مشكله ان انا اديها له او اسكته بيها. اوعي تشتري دماغك كده مؤقتا وتقولي ان هي حاجه اريح بيها دماغي دلوقتي، وبصي على تطورات الموقف ده بقى قدام. قدام هتبقى طلباته ايه؟ انا بخلق شخصيه سائره على طول، بخلق شخصيه انانيه، بخلق شخصيه متسلطه، بخلق شخصيه استغلاليه، لانه هيستغل طيبه امه، وهيعرف هو بيعرف يستغل كل حاجه. فقد ايه ناخد بالنا من الحاجات دي. الواحد يعني والله يا ريت كان عندنا العلم ده، او يعني كنا واخدين بالنا من النقط دي واحنا بنربي ولادنا. كل ما بنكبر شويه وكل ما بنستهدف خبره في الحياه وما بنشوف مواقف حوالينا، بنقول ده مهم جدا ان الواحد، يعني احنا بنقول الكلام ده لكل ام لسه بتربي بيبي صغير، او كل اتنين مقبلين على الزواج وعلى ان هم يبقى عندهم بيبي، ازاي ياخدوا بالهم من الحاجات دي، لان الحاجات دي بجد مهمه جدا جدا جدا. بتخلقي شخصيه انت اللي هترجعي تعاني منها بعد كده.